بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على نبيك المختار وعلى آله وصحبه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أي سماء الحلقة يا النهار إن شاء الله هذا يسنسيه الخيجن الشخصية للتاريخ النغ يجوم ورياز ضم قران غاس يجن التاريخ عظيم يجن التاريخ مغار لابد خاس نسن شوية ما ينتعنا الشخصية يا الشخصية هي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق صاحب في الغار، أبو بكر الصديق ذم دوكل من الرسول صلى الله عليه وسلم ذي الغار ذي الهجرة. اسم النس قرنس عبد الله باباس قرنس أبو قحافة، عبد الله ابن أبي قحافة، ولكن ما يزيد نسن الشين نسنيث سأبو بكر الصديق. ما لنا الصديق قد نجند التاريخ النغ ما يعني أنا هو أبو بكر، هو عبد الله بن أبي قحافة. لابد نسن بأنها أبو بكر الصديق قدم دوك من الرسول صلى الله عليه وسلم، أنسن بأنه يصاحب الرسول صلى الله عليه وسلم سقوامي خاس دينزل الوحي ألم يموث الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ألم يموث نتا سيدنا أبو بكر الصديق، إنه من بعد انتريت ولان الخلافة يخلف الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه تقارن سيد الجاهلية عبد الكعبة ما يمي إن التغدس الوجهاء حتى دي عاد الجاهلية التغدس الشخصية تم قرانت تواحد سبناس يثباب الجاهلية ألف حساب أبو بكر الصديق، والله تعالى يبدلاس الوجهاء ذي الجاهلية سجيج الوجهاء حسن وأفضل ذي العهد الإسلام. توقع ناس عبد الكعبة على مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم يبدلاس يسمعه يقرصش مشيد عبد الكعبة، إن الكعبة وتنعبد شان شيني مسلمين، وإنما تشين عبد ربي شكد عبد الله، ولذلك سمات عبد الله ومسلمين سنت أبو بكر أبو بكر الصديق. إذن فان أبو بكر الصديق تغس باباس قناس أبو قحافة باباس طوي مغار وريود في مودي الإسلام مزوار. من ميود في ذي الإسلام ألم يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم سمكاغ المدينة، والتوان أبو قحافة باباس أبو بكر الصديق رضي الله عنه يمغار بزاف توسك ترس القرن تغوري تويلي وجمار يروح غاس أبو بكر الصديق الناس بابا شكر خطومار ريودنا قيود في الدين ودفن دي الإسلام قوارق قيم حد وشكت مغار ما يتراجد ويدفن دي الإسلام ويقوذيث يمنع سكفوسي ويثغى الرسول صلى الله عليه وسلم. ألم يدفخ الرسول صلى الله عليه وسلم يفرح الزيس بزاف صلى الله عليه وسلم إذا الرعاس أبو بكر الصديق النسي يا رسول الله قوانتي تذبابة أبو قحافة يخطيذ دي الوقتة باش هذه شهد باش هذي سلم ويشهد الذات الرسول صلى الله عليه وسلم. ألم يكمل الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أبو بكر الصديق بدأ يترو الناس الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما يمثترون قال وقت الفرح فرح لأنه باباش وريموذبود المشرك الفرح يتصدح شد أتفرح لأنه باباش يشهد باباش يكسيك الشهادة أتياوي غروند النص
أبو بكر الصديق ما يدس لنا شوف شوف الجواب الناس يا رسول الله قنش توخصة أمشان بابا أخذوا غادي سيلي عميش أبو طالب توار الزوغ أبو طالب انت غي شهدن قبل غي مث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تو يقابل 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 عميس أبو طالب يقابل بزاف يقرس يا عم اشهد إني أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله تيتمتى قرس شهد باش باش تيلي يجن الحجة خاك دافعة أمام الله يوم القيامة ما يميل أن أبو طالب يقال خير بزاف ديال الإسلام يقال خير بزاف ديال الرسول صلى الله عليه وسلم تو يدافع خاص ولذلك أبو بكر الصديق الناس يا رسول الله قنشتو ما يميل التروخ التروخ أبو طالب مثل المشرك تغرزوغ التغير نقول كان بابا هذه شهد ذاتي ماشي دبابا شوفي أبو بكر الصديق تغداء دائما يتخص الخير للرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من يتخص الخير من يتخص الخير يخفي الناس حتى دي الغارة لم يتغاها جارا الرسول صلى الله عليه وسلم توي تقول خير الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي توي تقول يتقول خير يخفي الناس ثم يماس أبو بكر الصديق قارناس أم الخير أم الخير بنت صخر ملان خسان السول أبو بكر الصديق ذو الفضائل الناس ذو المحاسن الناس ذو المناقب الناس آنيني بأنه أبو بكر الصديق أول وني يدفن دي الإسلام بعد خديجة أم المؤمنين وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة شوف يني يدفن الإسلام من الزوار طامغار خديجة أم المؤمنين رضي الله عنه ثم علي بن أبي طالب إن التويت عيشة كالرسول صلى الله عليه وسلم تضم الزيان ضم الزيان يقتنع يودف دي الإسلام ثم زيد بن حارثة طوي رباط الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر الصديق ولكن أبو بكر الصديق أول من يسبق نغال الإسلام سجر يازن بعد الدعوة بمجرد أن الله الرسول صلى الله عليه وسلم الناس نيمسل من يا ناس أقيوم يا غودي جنت براتي ويا غودي جنت الرسالة خستامن أتدفن دي الإسلام تغاول استاجبن أول من استاجبن أبو بكر الصديق رضي الله ثم سلفضاء الناس أنه تغادى مدوكلنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذي الهجرة ذي الغار أول من يتسمى الصديق ويقيم اللقابة يصبحن بزاف يكسيث أبو بكر الصديق يتوسن زيس الصديق ثم أول وني الظلم أك الرسول صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه والرسول أبو بكر الصديق عاود سجيني يعيش الغزوات أك الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة غزوات بدر الكبرى غزوات بدر الكبرى توا أبو بكر الصديق يحضر ذايس ويدافع ويبلى البلاء الحسن وسل ألقاب أسيدنا أبو بكر الصديق أم دومني غير الصديق عود قارناس عتيق ما يمي يسقان عتيق عتيق ما يمي توغي الصباح وغنبو بالنس أغنبو بالنس توغي الصباح توغي ليس الجمال توغي ليس الوسامة توغي ليس النور ولذلك توقى ناس أبو بكرين العتيق وقام بأنه النسب النس النسب النس النسب الصبح وذا يسبون وذا يسبون شان نسب وريح لي ثم سلفضائل أبو بكر الصديق أنه لم يسلم يبدأ يتجتهد ذي الدعوة ألم يرغر الدين ويدف ذي الدين ويدف ذي الإسلام يجن عدد من الشخصيات زيسن الزبير بن العوام مساء أنت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان طلحة كذلك عبد الرحمن بن عوف إينا مرة وذفن دي الدين وذفن دي الإسلام سالاجتهاد سيدنا أبو بكر الصديق لأن أيام السلمة حقيقية ماشي تخسيخ في النسوها أن تخسيخ في النغ الخير ستنخسي حد النظمة لأن الدعوة ستنشر الإسلام ستنشر أي حاجة تصبح يتخسى أتنشر أن تغيتك سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا ميوث في أبو بكر الصديق ذي الإسلام تغسجن عدد 8 دي الوقت النيم تغس 40 ألف دينار لأن تغيتك تجارة ومارة يخشيت من دي تيخشى يخشيت الدعوة
يكشت في سبيل الدين، في سبيل الله، في سبيل الله. من جملة ما يزيش يقى ينقد زيس شان سبعة، شان سبعة يبوبريثن بالفقارة بالمساكين، ينقذيثن ستمنياثا وتعذبت المشركين. زيس بلال بن رباح المؤذين من الرسول صلى الله عليه وسلم تعذبت أبو سفيان دي تفوه يتخصي زرع ينقيه يروح سيدنا أبو بكر يسغيث سجيجن عدد من التمنيات يسغيث ويحرث ما ينزي ستمنيات النس. وإذن أبو بكر الصديق توي عز بزاف خل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك توا يجن عدد من الصحابة أرزمنتي وراغت مزيدة تفن زيسن تسودرين سن وجمار النسن كل شيء في وراني يتخصى أذب اللعنت إلا ثورت من سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أنا من موت الرسول صلى الله عليه وسلم يقيم تد الخليفة، الخليفة يحكم يمسلمت وغد أمير المؤمنين يحكم خيم سلمن شاعمين يقيم يحكم شاعمين الثلاث شهور السبع أيام عامين الثلاث شهور السبع أيام تيحكم خيم سلمن يقى الخير بزاف يقضاخ المرتدين خيين يحاول نضف غنس الإسلام خيين يحاول نذمن عن الزكاة ولم يموت يوصى الناس الباش الشضايا تنظلم ذي البيت من ليس عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم زاتي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخو خميت راح تك الزيارة إلى المسجد النبوي الحجاج خميت راح أزور المسجد النبوي كنت سلما خل الرسول صلى الله عليه وسلم استقبلت قال السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ثم تقدم جتنين الخطوات جهة اليمين ذين أنضلنا الرسول أنضل أبو بكر الصديق رضي الله عنه سلما خاص قال السلام عليك يا أبا بكر يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يموث السير ذي ثم غارت النس أسماء بنت عميس بنت عميس توطم غارت النس يوصان تتغي السير ذن ويزول الخاص سيدنا عمر رضي الله عنه. ألم يموث توغاس 63 سنة على حال فينا والرسول صلى الله عليه وسلم ويخلفيه بعد لم يتخلف ذي الحكم يقوم سالواجب النس ولم يتوفى يموت يوض الأجل النس يموت يمسل من رون خاس بزاف والظل خاس وانضلنت القمشانية والخونتشين مازال لحد الآن نتذكر الشخصية نتذكر آرية زادي التاريخ النغ لأنه لابد أتذكر باش أخاص نترحم لأن الأعمال جاء الأعمال التمقرانين ينصر الأمة ينصر الدين ينصر الإسلام ينصر الدعوة والتغى ذنب كلنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الهجرة يروح كيدس خطوة بخطوة يدافع خاص يكشت تمنيات في سبيل الدعوة وفي سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنختم إن شاء الله أول نخ أبو بكر الصديق سجج القول إن الرسول صلى الله عليه وسلم الناس ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر الصديق. سبحان الله الرسول أبو بكر الصديق يدافع خل الرسول صلى الله عليه وسلم يدافع خل الدعوة يدافع خل الإسلام يدافع خل الدين ستمنية النس ذو الأسرة النس ذو العائلة النس كل شيء توانتا تروانس عائشة ذ أسماء ذ تروانس يجن قناس أبو بكر شنوتا يجن قناس عبد الرحمن كل شيء ينس وجديثن ونندين الزيان تغومنن تغشهدن تغوثمد الإسلام دافعا خل الدين ودافعا خل الإسلام. ولذلك الشين الخو كل ما تذكر أبو بكر الصديق من غانيني أنني رضي الله عنك يا أبا بكر الصديق قد تغشك الصاحب تغشك ذنبك الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.